في قرار وصف بالتاريخي في أول قضية حول العالم مرتبطة بالارتكابات المنسوبة إلى النظام السوري، أصدر القضاء الألماني حكما بالسجن مدى الحياة بحق أنور رسلان الضابط السابق في المخابرات السورية لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. رسلان البالغ 58 عاما الذي كان يرأس شعبة التحقيقات في الفرع رقم 251 من جهاز أمن الدولة الواسع الانتشار، مسؤول عن مقتل 27 معتقلا وتعذيب 4000 آخرين على الأقل في معتقل سري في دمشق، وذلك بين عام 2011 و2012. رسلان التزم الصمت طوال جلسات المحاكمة التي بدأت في 23 من نيسان أبريل 2020، وفور صدور الحكم سرعان ما أعلن فريق الدفاع عن المدان أنه سيستأنف. ومنذ بدء المحاكمة مثل أكثر من 80 شاهدا أمام القضاء أتوا من دول مختلفة للإدلاء بشهاداتهم بشأن ما تعرضوا له. وفي سابقة من نوعها عرضت أمام المحكمة صور من ملف قيصر، وهو أمر لم يسبق حدوثه في أي محاكمة حتى اليوم. وقيصر هو الاسم الذي أطلق على مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية هرب من بلاده وبحوزته أكثر من 50,000 صورة وثقت 6,786 معتقلا سوريا وقد قتلوا بطرق مريبة. وهو الحكم الثاني الذي يصدره القضاء الألماني في هذه المحاكمة بعد إدانة ضابط آخر من المخابرات السورية أدنى رتبة في شباط فبراير 2021. ومن المرتقب أن تنطلق الأسبوع المقبل في فرانكفورت محاكمة أخرى على صلة بالنظام السوري تطال طبيبا سوريا لجأ إلى ألمانيا.